السلام عليكم، مرحبا يا صغير. السلام عليكم. عيد الشكر، بدنا نحكي عن عيد الشكر اليوم عشان ما حدا يجي يقول لك اخي هذا عيد غربي واوروبي وحرام وحلال، ويطلعوا ينزلوا باعياد بيستخوا لنا شيء قصه ما لنا فيها. عيد الشكر يا جماعه هو عيد كندي امريكي طبعا. كندا قررت انه كل 6 اكتوبر هو عيد الشكر. شو اساس عيد الشكر؟ اساس عيد الشكر انه كانوا الفلاحين من زمان ما بعرف امتى قديش، يعني 300 400 سنه، بس يخلص موسم الحصاد عندهم يعملوا يوم في احتفالات يحتفلوا انه هن خلصوا حصاد ويشكروا الله على النعمه اللي حصلوا عليها، يعني يشكروا الله على الحصاد على كل شيء طبعا. وضل ماشي، وهذا الاحتفال بيساوي فيه ديك رومي وبيساوي فيه حلويات بيجتمعوا فيه العيلة. هلا تطورت الامور شوي للاحلى والاحسن، واللي انا بتمنى كل العرب يحذو 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 يساوي مثل الكنديين بلا مان. يلي هو الحقيقة انا مرة بال 2012 حضرت يوم عيد شكر مع جماعة، مع عائلة كندية، كانوا عاملين ديك رومي وعاملين هيك قاعدة، وجينا نحن وياهم، فما شفت إلا المرأة شو قالت. قالت نحن منشكر الله أنه نحن تعرفنا عليكم أنتو كعائلة ظريفة حلوة واواوا إلى آخره. أنا كمان قلت له والله نحن منشكر رب العالمين كمان أنه نحن تعرفنا عليكم، أنتو جماعة جيدين وجماعة ما في مثلكم. يعني بالنهاية خلينا نقول انه نحن خلينا نحتفل عيد الشكر بما انه لا عم نزرع ولا عم نحصد يابي ولا في تركتورات ولا في شغل، نستخدم هذا اليوم لنشكر رب العالمين على نعمة العيلة، على نعمة الأصدقاء. يعني انت شفت صديق اليوم، صديق بتحبه، وقف وقل له انه كل عام وانت بخير، اليوم عيد الشكر ومنشكر الله انه احنا تعرفنا عليك، انت شخص جيد، انت شخص حلو، انت شخص وا 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 وا. انا برايي ولا تاخذوا اي كلام بيقولوا لكم عيد الشكر واعياد والقصص هاي اللي بيعملوا لنا اياها جماعتنا، لا هو هيك بكل بساطه، وخلينا احنا نستخدمه بهالطريقه هي بكل بساطه. نقعد نحتفل، نعمل مثلا يا اخي نعمل غدا، نعزم رفقاتنا اللي بنحبهم، او ما بدنا نعزم حدا يا سيدي، قاعدين احنا وعائلتنا، يجي الواحد يقول لمرته انا بشكر الله انه الله عرفني عليكي، بشكر الله انه اعطاني هالولاد الحلوين، يعودنا على هي الثقافه، ثقافه انك تحمد ربك على كل شيء موجود حواليك، حتى لو عم تعذبك مرتك شكر ربك. هي هي، يلا السلام عليكم. صحيح، حتى لو عم يعذبك جوزك كمان انت احمدي الله. يعني ما تقولوا بس انا اخذناها على النسوان، لا كمان الرجال عم يعذبوا نسوانهم للايام. احمدي الله واشكري وقولي الحمد لله يلي ما اجاني اسوأ من هيك رجل. لا فعلا نحن لازم نحمد ربنا، ولازم نحمد ربنا على كل شيء، وخلونا يعني نعتبر هاليوم هيك هاد مميز، يعني هيك له شغله مشكلسه يعني. هذا اللي حبينا نقوله. يلا هلا اكيد السلام عليكم.